فاس العالي تأسست في القرن الثاني الهجري على الضفة اليمنى لنهر فاس، تكونت بها عدوتين بحكم توافد القرويين والأندلسيين على مجالها. وفرة الماء وغزارته عجل بتدبير أمثل لهذه الثروة، وتم توزيعه بطريقة متقونة تقنيا وهندسيا من وادي البطاطحة. قبالة سيدي مجبر يوجد موزع رئيسي بالأقواس الأربعة معروفة بالقنانيط الأربعة، وتتوزع هذه الأقواس على مستويين. قوسان يتجهان إلى عدوة القرويين، وقوسان يتجهان إلى عدوة الأندلس، وقديما كان بينهما سد يفصل بين كل عدوى، وهذا السد يحل مشكل الفيضانات في وقت الأمطار. فهذا السد كان به ثقبا يسمى بالمنخار، يتنفس منه الوادي في وقت الفيضانات. هناك ثلاثة ديال الشبكات اللي هي أساسية. أولا شبكة المياه ديال العيون اللي كتعطي الماء للشرب للناس. الحاجة الثانية هي شبكة مياه الوديان اللي كتصلاح لجميع الاستعمالات المنزلية والبشرية فيما عدا الشرب. والصنف الثالث هو ملي كنستعملوا هذه المياه هذه كتخصها تمشي مع القنوات ديال المياه العادمة. وهذا النظام هذا اللي تطور على الأقل من عهد طبعا الحال بدأ مع الأدانسة، ولكن تطور مع مرابطين الموحدين جابوه للمدينة وتم التطور ديال. توزيع الماء بفاس يخضع لأعراف وعادات لا يتم تجاوزها، فكل الأحياء بدورها ومرافقها لها قسمتها الخاصة، إلا أن هناك خاصية مميزة تجسدها ساقية عباسة تعود لعدوة القرويين، تهب قسطا من مائها لمستغليه. عدوة القرويين تتبرع بدون مقابل لأصحاب الحدائق وأصحاب الأجنة أو الجنانات بحصة من المياه مقدرة، وهي هذه الكمية دي اللي في الساقية، يوم الخامس ثانية زوالا إلى يوم الجمعة ثانية زوالا دون مقابل، ويتم فيها السقي سقي الأجنة. كان هناك دائما أخذ لمسألة الماء بعين الاعتبار من حيث تمديد القنوات أو سريتها وضمان سقي البساتين والحدائق داخل وخارج الأسوار، لأنها تمثل المخزون الذي يحمي المدينة عند أيام الحصار. عملية ضبط التوزيع العادل للماء تيسرت بفعل تطويق الخلافات، والفضل يرجع إلى التشريعات العرفية التي احتوت النزاعات.